من البايرن نروح لبرينتفورد. مدرب برينتفورد الحقيقه بيثني على اداء محمد صلاح واشاد بيه. طبعا توماس فرانك مدرب برينتفورد بيقول على قدرات النجم الكبير محمد صلاح نجم ليفربول بعد او عقب مواجهه الريدز في الجوله 12 من البريمير ليج. قال فرانك ان في بعض التصريحات ابرزها موقع الرسمي لليفربول بيقول يورجن كلوب طبعا مدير الفني ليفربول بيشيد بصلاح كثيرا لكنني في الواقع لا اعرف اذا كان قد حصل على ما يكفي من الثناء. اضاف طبعا المدير الفني لبرينتفورد وقال اقولها دون الكثير من التفكير، صلاح قد يكون افضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز من حيث الاهداف والتمريرات الحاسمه فانه يقدم مستوى اكثر من رائع. تابع توماس وقال يجب ان يكون احد افضل اللاعبين في خط الهجوم في العالم، انه ليس ضمن افضل 10 لاعبين فقط لكن ضمن افضل 3 لاعبين في العالم، لذا عندما يلعب ضدك لعيب بهذه الجوده تعلم انك ستواجه مشاكل كثيره. وبخصوص اهداف صلاح علق فرانك في الهدف الثاني لم نكن ندافع بشكل جيد بينما يكفي يعني ما ندافعش بشكل جيد لكن الهدف الاول جاء من هجمه ليفربول عادي هجمه كلاسيكيه على حد قوله وحين ان احنا نخسر الكوره في نص ملعبنا ثم نستقبل هجمه مرتده وعقب تمريره تصل الكوره الى محمد صلاح فياتي الهدف لكن ليس كل لاعب يستطيع ان يسجل من هذا الوضع والكلام طبعا على محمد صلاح. الحقيقه محمد صلاح في المباراه دي ادى اداء اكتر من رائع وكان في اشاده كبيره جدا جدا بتوماس ده المدير الفني لفريق برينتفورد بعد اداء صلاح الرائع وقال الحقيقه ان محمد صلاح مش من ضمن افضل 10 لعيبه في العالم لكن من ضمن افضل 3 مهاجمين في العالم وان محمد صلاح او المدير الفني اللي عنده هذا اللاعب او امكانيات هذا اللاعب الحقيقه بيكون عنده مكسب كبير جدا جدا وبيقول لغايه دلوقتي ما اعرفش اذا كان محمد صلاح حصل على الثناء الكبير اللي يستحقه ولا لا. ده طبعا كل ده من تبعيات وردود افعال طبعا المدير الفني لبرينتفورد بعد فوز ليفربول على برينتفورد 3-0.